في قضاء صغرتة أيتو في شمال لبنان. رينا بدا عليك التأثر طبعا، يبدو أن هناك عدد من الجرحى، حجم الأضرار، كيف يمكن وصف المشهد؟ نعم جيزيل، يعني بالفعل كنا أول الواصلين إلى هنا. هذه الغارة كما أصبح معلوما ضربت منطقة أيتو، بلدة أيتو في قضاء زغرتة شمال لبنان، ضربت مبنى من طابقين من ملك شخص من آل علوان، لكنه المبنى مؤجر لعدد من النازحين من جنوب لبنان. المبنى كان فيه عدد كبير من العائلات، أيضا الدمار حولي مخيط هو طال حتى المباني المحيطة، تحطم بالزجاج وتحطم بالسيارات، أما المبنى المعني فقد سوي تماما بالأرض. حتى الساعة هناك عدد من القتلى في الأرض لم يتم انتشالهم، الأولوية كانت لانتشال الجرحى. أنا وفي طريقي إلى هنا عدد من سيارات الإسعاف كانت هرعت من مستشفيات أزغرتا المحيطة لتحاول إجلاء الجرحى بدرجة الأولى. يعني القتلى من حولي يمكن رصدهم حتى شمالا ويمينا، نتحدث ربما عن أكثر من 5 أو 7 أشخاص. عدد الجرحى بات يعني بعض منهم في المستشفيات، البعض الآخر يعمل الصليب الأحمر على انتشاله. الدخان لا يزال يتصاعد من المبنى المستهدف، الدمار كثيف بمطلق الأحوال. بلدة أيتو تعرضت بال2006، ولكن قمة يعني أحد قمم جبالها كان يدعى قرن أيتو، استهدفته إسرائيل بال2006. كان هناك أنتان إرسال وقتها لإذاعة إهدن، وكان لا يعمل منذ عشرات السنوات، ولكن هذه البلدة يعني بال2006 كان هناك ضربة لم تسفر عن وقوع أي إصابات. هذه الضربة اليوم صحيح أنها لم تستهدف أحدا من البلدة، ولكن الدمار محيط والقلق ينتاب من جديد شمال لبنان، هذه المنطقة التي كانت محيدة عن الاستهدافات. يبدو أن لا شيء محيد عند إسرائيل يعني في الوقت الراهن. رينا نرى يعني ألسنة يعني شمالا الدخان. إسرائيل توجهت نحو 3 أهداف، ديربلة قبل يومين وقبلها مخيم البداوي، واليوم أيضا هذه البلدة في أيتو في قضاء زغرتة. وبالتالي هل المستهدف يعني النازحين؟ لا، بات مؤكدا أنه ليس بإمكاننا القول من هم نازحين ومن هم تحت غطاء النازحين. يعني المناطق اللبنانية كافة فتحت أبوابها أمام الجميع، من يعني يتنصل تحت صفة نازح، من هو مشبوه بالأساس أو مطلوب من قبل إسرائيل، بتنا لا نعرف تماما هوية الأشخاص الذين يسكنون، خاصة أن زغرتة كما كل البلدات فتحت أبوابها أمام العشرات بل الآلاف من النازحين. نعم، إذن نحن نتابع هذه المشاهد الحية والمباشرة من شمال لبنان، من منطقة أيتو التي تعرضت للغارات الإسرائيلية للاستهداف. كما ذكرت الزميلة رينا بأن هناك عدد من القتلى، من الصعب أن تحصي عدد القتلى، وهناك العديد من الجرحى الذين تم نقلهم إلى مستشفيات زغرتة والمستشفيات القريبة. ألسنة الدخان ما زالت تتصاعد، هناك مبنى من طابقين سوي بالأرض. نعم جيزان. نعم رينا، هل يعني نشاهد المزيد ربما من رجال الدفاع المدني أو من الصليب؟ نعم هناك رجال من الدفاع المدني، هناك مخابرات الجيش وصلت إلى المكان، أيضا سيارات الصليب الأحمر لا تزال تعمل على إجلاء الجرحى، هناك أيضا من هم تحت الأنقاض حتى الساعة. يعني المنطقة لا تعوج، ونحن كنا من أول الواصلين بطبيعة الحال إلى هذه النقطة بالذات. كما ذكرت يعني الحطام في كل مكان وألسنة الدخان لا تزال تتصاعد من هنا، والعمل على يعني انتشال الجرحى في الدرجة الأولى. طبيعة القتلى، هل يعني هناك أطفال نساء؟ نعم، يعني على الأقل أنا يعني بالعين المجردة كان هناك طفل صغير، عملت القوى الأمنية على تغطية وجهه، باقي القتلى الذين يعني رصدتهم بالعين المجردة كانوا يعني رجالا، رجلين على الأقل. هؤلاء لا يزالون يعني بين الحصان في الوقت الذي تعمل الجهات المختصة على محاولة انتشال من هم تحت الأنقاض. نعم إذن نتابع مشاهدة هذه الصور المباشرة. إذن نتابع إذن هذه الصورة التي تظهر وصول رجال المخابرات الجيش وأيضا الدفاع المدني للمساعدة في نقل الجرحى، وربما يعني لملمت الأشلاء والضحايا. شكرا لك رينا لكل هذه المعلومات.